بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مشاهدينا الكرام وأسعد بصحبتكم الكريمة في هذا اللقاء، وأينما كنتم أصدقائي فأهلا بكم. الليلة المستطيل الأخضر في ملعب بيتروسبورغ يشع وينشر بيننا عبر الهواء مباشرة مشاهدينا الكرام نسمات تحمل لنا الإثارة والترقب والحماس والتشويق. فاليوم موعدنا مع القمة وصدام القمة الذي يأتي بينما الكل يتساءل وهو حائر، القمة لمن ستكون؟ أم صدام القمة الليلة مشاهدينا هو صدام النجوم، فأي النجوم ستتلألأ وأي النجوم ستتألق وأي النجوم ستنير 90 دقيقة كرة قدم مشاهدينا الكرام في منافسات الجولة 16 ما بين الفارس الأبيض نادي الزمالك حامل اللقب المتطلع إلى الصدارة في مواجهة المنافس العنيد، المنافس من العيار الثقيل سموحة الشعلة المضيئة المتطلعة إلى التحليق وسط الكبار. مباراة صعبة جدا جدا في الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز. على بركة الله انطلقت أحداث هذا اللقاء الهام، اللقاء المرتقب من كل الجماهير الزمالك وسموحة. هنظبط الساعات وبنلعب في الدقيقة الأولى، ومع أقرب توقف أقول لحضراتكم تشكيلة الفريقين. أدي هاني العجيزي والأول عرضية على طول داخل منطقة ال 18 ولكن من القلب بيشيل علي جبر. محاولات وبداية ضاغطة من الشعلة المضيئة اللي بقول لحضراتكم بدأت تنتفض وبدأت تعرف الطريق إلى المقدمة والصدارة، وهو بيلعب هذا اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 23 نقطة. أدي كورة مرة تانية ومحاولة للتسديد من أحمد تمساح، ولكن حمادة طلبة على طول بيتدخل ويسلم الكورة لطارق محمود كهربا. أول ترقيصة حلوة وأول لقطة حلوة تنبئ وتنذر إن النهاردة مباراة للإمتاع، مباراة للمشاهدة والفرجة مشاهدينا في معرفة التساؤلات الكبيرة اللي بتدور في أذهان كل المشجعين والمشاهدين لهذا اللقاء. النهاردة الكابتن أحمد حسام ميدو في لقاء رقم 5 واللقاء رقم 36 في ولايته الثانية لنادي الزمالك بيبدأ بالشناوي في حراسة المرمى، قدامهم أربعة عمر جابر دويدار علي جابر حمادة طلبة، قدامهم اثنين في وسط الملعب محمد كوفي وطارق حامد، وأربعة أوراق هجومية ممثلة في كهربا شيكا بالا مصطفى فتحي وفي الأمام باسم مرسي. على الجانب الآخر الكابتن ميمي عبد الرازق اللي بيدير اللقاء رقم 12 مع فريق سموحة بيبدأ بالمهدي سليمان، قدامه أربعة كواكو منسواه عزت شريف حازم لأول مرة وأيمن أشرف العائد من الإيقاف، وقدامهم ثلاثة في وسط الملعب المنوفي وإبراهيم صلاح لأول مرة صديق الأمس في مواجهة النهاردة أصدقاء الأمس نادي الزمالك وأحمد نبيل منجا، ثم مثلث هجومي للشعلة المضيئة سموحة مكون من تمساح هاني العجيزي وفي الأمام باولو. أدي كرة هات وخد وكهربا يقدر، وأدي الفرصة وأدي المتابعة مرة تانية وفرصة كبيرة جدا جدا، فرصة كبيرة جدا جدا من أول لقطات الفارس الأبيض اللي بيعمل ويتطلع في هذا اللقاء إن هو يحمل المشاعل وينير الطريق إلى الصدارة عبر بوابة سموحة نحو الصدارة والقمة. 90 دقيقة كرة قدم مشاهدينا الكرام دائما ممتعة مثيرة ما بين الزمالك وسموحة، خصوصا إن لقاء اليوم بيأتي وكل فريق قادم من انتصار في الجولة الماضية. نادي الزمالك قادم من 4 انتصارات ولا سيما في الجولة الأخيرة أمام النسر الأخضر 1-0 بهدف الفرس الشقية مصطفى فتحي. أيضا على الجانب الآخر سموحة قادم بعد ما كسر سلسلة التعادلات، 5 تعادلات متتالية استطاع سموحة في الجولة الماضية إن هو يفوز على زعيم الصغر بهدفين دون رد. لقاء بادي بداية سريعة وعلى طول من القلب بتوصل الكرة عند محمود عزت، تحضير في وسط الملعب بترجع من جديد لمصلحة سموحة.
الفريق السكندري الفريق اللي بيقدر يجابه الكبار ولم يسقط حتى الآن. أما مع الكابتن ميمي عبد الرازق في أي لقاء لعب 11 لقاء، الكابتن ميمي فاز في 4 وتعادل في 7 لقاءات، وينبغي علينا من خلال لغة الأرقام إن احنا نقول عليهم ملك التعادلات سموحة، لأنه عنده 8 تعادلات صحيح. الشرطة اتعدت مع المحلة قبل اللقاء وأصبح رصيدهم 9 تعادلات. في وسط الملعب مانجا على طول بيسلم لأيمن أشرف اللي بيعود ويدعم صفوف سموحة المليء بالنجوم، وهي الشعلة اللي وقودها هو كسرة النجوم في التشكيلة سواء الأساسية أو على دكة البدلاء. النهاردة مباراة هي مباراة القمة ومباراة صدام القمة. الكل بيتساءل من سيكون على القمة بعد انتهاء هذا اللقاء، وهذه الفرصة الهات وخد وكهربا في أول لقطة. ولكن المهدي سليمان أحد الثلاثي المنضم من فريق سموحة إلى تشكيلة منتخبنا الوطني، بينما على الجانب الآخر الفارس الأبيض تقريبا الفريق كله ضمن تشكيلة هيكتر كوبر مع منتخبنا الوطني. ولكن فرصة كبيرة جدا في أول لحظات اللقاء. النهارده اللقاء رقم 6 اللي بيجمع ما بين الزمالك وسموحة. 5 لقاءات سابقة، 4 انتصارات لنادي الزمالك، وانتصار وحيد لسموحة في موسم 2013-2014. اللقاء اللي كان في لقاءات الفاصلة دوري المجموعات تتذكروا حضراتكم، لكن لقاءات الموسم الماضي ذهابا ايابا انتهت لمصلحة الفارس الابيض 2 لا شيء و1 لا شيء. تقدم من ايمن اشرف، توصل الكرة مرة تانية ابراهيم صلاح صديق الامس منافس اليوم، اول مرة بيدعم ويتلألأ ويتواجد في تشكيل سموحة. ودي كرة مرة تانية وباسم يقدر، ودي فرصة كبيرة ولكن لسه مرة تانية، ولكن مش ممكن. باسم مرسي فرصة وانفراد مباشر من ايه؟ من 30 متر، هو مش مصدق. فرصة كبيرة جدا باسم مرسي اللي بيشارك للمرة 11. بص شوف التمريرة الحلوة وانفراد مباشر، يقدر يعمل زي ما هو عايز، ولكن رفض كل الحلول ورفض الهدية الحلوة اللي موجودة من الفرصة الشقية. وباسم مرسي بيمنع تقدم نادي الزمالك في هذا اللقاء مشاهدينا، ويوصل مسلسل الزهايمر التهديفي اللي غايب عن باسم مرسي أكتر من 120 يوم وأكتر من 720 دقيقة حتى الآن صايم فيها باسم مرسي كبير هدافي نادي الزمالك في الموسم الماضي. نادي الزمالك في الموسم الماضي كان بدأ بانتصار كبير على طلائع الجيش 6-1، ثم 3 تعادلات سلبية، ثم واجه سموحة وأخيرا اعترف وقدر ان هو يصل الى لغة الاهداف وفاز 2 لا شيء، وكان اول الاهداف عن طريق باسم مرسي. ولكن باسم في لقطة الدقيقة 7 بيرفض الهدية وبيرفض ان هو يعيد للتاريخ وللذاكرة ذكريات الماضي الجميل، لكن فرصة كبيرة جدا ولقاء بادي بداية سريعة من الفريقين. عمرو المنوفي على طول بيوزع كرة في الجبهة اليسرى، ادي التقدم هات وخد. يتقدم عمرو المنوفي اللي بيلعب النهاردة اللقاء رقم 15 ليه، ادي الكرة العرضية بتبحث عن باولو صاحب السبع اهداف. ولكن حمادة طلبة كان بيعاني قبل هذا اللقاء وتم عمل اختبار طبي، لكن النهاردة بيتجدد وتتجدد في الثقة من ميدو وبيبدأ به هذا اللقاء. ادي مصطفى فتحي اللي بيلعب النهاردة اللقاء رقم 14 ليه، ولكن اللقاء الثاني اللي يبدأ فيه مصطفى فتحي كأساسي في اللقاء، بينما باقي مشاركاته كلها كانت من على دكة البدلاء الى ارض الملعب. علي جاب
تحضير من نادي الزمالك، واول 10 دقائق فرصتين خطيرتين مؤكدتين للتقدم، ولكن الاولى يهدرها كهربا والتانية بغرابة شديدة بيهدرها باسم مرسي. تحضير من نادي الزمالك، عمر جابر شق طريقه بشكل جيد، التمريرة الامامية عايز يصطادها كهربا بترتدله مرة تانية، بيتقدم ولكن بيرجع المنوفي على طول ويقطع. النهارده ميمي عبد الرازق حاطط ساتر مهم جدا جدا من 3 لاعبين امام رباعي خط الدار، وادي حسام باولو اللي بقول لحضراتكم لعب ال 15 لقاء مع فريق سموحه، وهو احد الانتدابات واحد النجوم واحد الاسماء المهمه اللي موجوده في تشكيله سموحه، وهو كبير الهدافين برصيد 7 اهداف. فريق سموحة زي ما حضراتكم عارفين لعب 15 لقاء، فاز في 5 وتعادل في 8 وتلقى هزيمتين. ادي كهربا بيعمل تمريرة على طول للامام، ولكن اطول من اللازم، هيحافظ عليها كواكو ويسيب الكرة الى خارج الملعب علشان تبقى ركلة مرمى. انطلقت لقاءات الجولة 16، ده اول لقاء وتعادل سلبي. ادي فرصة كبيرة جدا جدا، تدل على ايه؟ تدل على الزهايمر التهديفي اللي بيعاني منه باسم مرسي، واللي بيعاني منه كبير الهدافين، وعدم وجود الثقة وعدم وجود اللمسة الجميلة، اللمسة المضيئة اللي كانت ممكن تفتتح احداث هذا اللقاء. اول لقاءات الجولة 16 كان يوم الجمعة، بتروجيت وإنبي وتعادل سلبي، ثم بالأمس الأهلي استطاع إن هو ينقض على صدارة الترتيب بعد ما فاز بهدف الجولدن بوي جون أنتوي على الزعيم الصغر بهدف دون رد. والنهاردة أقيمت لقاءين، الإسماعيلي بيتلقى هزيمة جديدة من وادي دجلة، وربما مجلس إدارة النادي الإسماعيلي مش قادر يصبر في ظل الضغط الكبير طبعا، وبيدرس إقالة نصر الدين نابي، بينما غزل المحلة واتحاد الشرطة انتهى أيضا بالتعادل السلبي علشان يستمر مسلسل عدم انتصار أيا من غزل المحلة واتحاد الشرطة رغم التبديلات والتعديلات الفنية. أدي شيكابالا بيظهر في الكادر وبيعمل تمريرة أمامية، ولكن عزت موجود، كواكو على طول بيلعب، ترجع لعزت في نفس التوقيت بيقام لقاء مصر المقاصة وحرس الحدود على أن تختتم منافسات الجولة 16 يوم 31 يناير. أدي محاولة من كواكو منسواء، عمرو المنوفي بيسلم في وسط الملعب على طول، كرة هات وخد، والتهيئة والنهاية، النهاية دايما بتبقى عند حسام باولو، ماكينة الأهداف وهداف الدوري في الموسم الماضي حسام باولو اللي بيلعب النهاردة اللقاء رقم 66 ليه في بطولة الدوري الممتاز، أحرز 30 هدف في مشواره في البطولة سواء مع الداخلية أو هذا الموسم مع سموحة. تتلعب على طول كرة للأمام، محمود عزت بيرتكب خطأ ضد باسم اللي هتظل لقطة الدقيقة 7، لقطة مؤرقة بالنسبة لباسم اللي بيبحث عن استعادة الثقة والعلاج من الزهايمر التهديفي اللي بقول لحضراتكم مسيطر عليه أكتر من 120 يوم و720 دقيقة. شيكابالا القائد للفارس الأبيض، أحد المجوهرات اللي موجودة في الحلة الفنية الجديدة للفارس الأبيض هذا الموسم، محمد كوفي النهاردة توظيف من ميدو لمحمد كوفي بجوار طارق حامد في وسط الملعب. ادي الكرة الأمامية سهلة ومقروءة العزة، يعمل إبعاد ولكن كهربا يعمل ترويض وبيوزع كرة في الجبهة اليمنى ولكن إلى خارج الملعب، رمية تماس. رمي التماس على طول ايمن اشرف، تتلعب رمية التماس ولكن في صفارة
من حكم اللقاء النهاردة محمد الصباحي اللي بيظهر في الإدارة الفنية في منافسات الدوري الممتاز للمرة الخامسة، بيساعده كل من محمود أبو الرجال وائل مصطفى، والحكم الرابع النهاردة هو طارق مجدي. النهاردة مباراة تحمل كل التوقعات، صدام للنجوم داخل البساط الأخضر. نادي الزمالك بيعج ومليء بالنجوم، وسموحة أيضا بنفس السلاح، عنده مجموعة كبيرة جدا جدا من النجوم. هنشوف النهاردة أي النجوم ستتلألأ، وأي النجوم ستتألق، وأي النجوم ستنير سماء وملعب بيتروسبورغ. أدي أحمد حسام ميدو النهاردة بيلعب اللقاء رقم 5 ليه، محقق العلامة الكاملة، 4 انتصارات متتالية. لكن النهاردة مباراة غير، مباراة صعبة، وأدي الجهاز الفني الجديد حازم إمام ومحمد صلاح ومدحت عبد الهادي، نجوم وأسماء كبيرة. وعلى الجانب الآخر ميمي عبد الرازق اللي قلت لحضراتكم بيلعب النهاردة المباراة رقم 12 بعد أن تولى المهمة في سموحة، حقق 7 تعادلات و4 انتصارات ولم يتلقى أي هزيمة حتى الآن أمام سموحة. وسموحة هو الفريق الوحيد اللي قدر إن هو ينتصر على النادي الأهلي ويتعادل مع الإسماعيلي بالإسماعيلية 2-2. وحتى الآن وإحنا بنلعب في الدقيقة 16 محقق التعادل السلبي مع نادي الزمالك اللي كانت قدامه وعنده فرصتين، الأولى لكهربا اللي قدر استطاع فيها المهدي سليمان إن هو يتفوق، ثم لقطة تانية في منتهى السهولة بيتفوق ويجيد ويتألق المهدي سليمان، أحد الأوراق اللي ضمها هيكتر كوبر المدير الفني لمنتخبنا بالإضافة لإبراهيم صلاح وأيمن أشرف. كرة للأمام، تمساح بيلعب تمريرة، أدي كرة هات وخد، المنوفي بيسدد، ولكن على طول في الأخير بتوصل الكرة سهلة عند الحارس أحمد الشناوي. شيكابالا بيستلم، شيكا ساقط في وسط الملعب ولكن مضغوط عليه، بيرجع يعمل المساندة عند ديويدار. طارق حامد أيضا نقدر نقول عليه صديق الأمس ومنافس اليوم، خلاص النهاردة كل الاحتمالات وكل الأوراق وكل اللاعبين بيتنقلوا حسب الاحتياج وحسب سوء الاحتراف. كرة مقطوعة في وسط الملعب، على طول أحمد نبيل مانجا بيسلم في وسط الملعب، تمساح دخل وتقدم، بيصمم الهجمات، قاعدة المثلث الهجومي هو وهاني العجازي. أدي هاني العجازي على طول، ومانجا من القلب بيطلع الكرة إلى خارج الملعب، وطارق حامد شايفه بيعاني، وكلاكيت تاني مرة بيقع على الأرض شكله بيعاني من إصابة. وآدي كواكو منسوا الظهير الأيمن صاحب ال 24 عام اللاعب الإيفواري، أيضا حمادة طلبة واحد من اللاعبين اللي كانوا موجودين في سموحة. وشايف تبديل أول اضطراري، ميدو هيلجأ لإشراك معروف يوسف بديلا لطارق حامد. وآدي تعليمات وتوجيهات أخيرة من أحمد حسام ميدو في ولايته الثانية الفنية مع نادي الزمالك، النهاردة بيدير اللقاء رقم 36 لي. هيخرج طارق حامد اللي كانت الجماهير جماهير نادي الزمالك خايفة ان هو ياخد الانذار الثالث لي في هذا اللقاء، ويحرم من لقاء الإسماعيلي والأهلي القادمين لنادي الزمالك. ولكن بعد 19 دقيقة بيخرج للإصابة وبينزل معروف يوسف. هنشوف إزاي ميدو وإزاي لاعبي نادي الزمالك هيحلوا المشكلة الطارئة اللي هبت على منطقة وسط الملعب. شريف حازم أيضا الوجه الجديد
القادم من النادي الأهلي لسموحة. إبراهيم صلاح مانجا على طول بيسلم تمساح التوزيع الأمامية باولو. أحمد نبيل مانجا عايز يطلع أيمن أشرف وصل لمكان خطير والتهيئة حلوة. ودي التسديدة حلوة يا ولد، تسديدة حلوة يا ولد، ولكن جملة جملة وتناقل جيد ووصول جيد من الجبهة اليسرى والتهيئة. بص شوف الكلام، بص شوف الحكاية. هذه الرؤية من أيمن، شايف العجيزي واحدة والتانية من هاني العجيزي صاحب الأربع أهداف، ولكن التسديدة بالقدم اليسرى بتمر بجوار القائم الأيسر لأحمد الشناوي. أنا أريد وأنت تريد، والتسعين دقيقة القادمة مشاهدينا الكرام ستجيب على كل التساؤلات في هذا اللقاء. اللقاء اللي بقول لحضراتكم يقبل كل الاحتمالات. ادي اول خطأ قاتل من معروف، وادي فرصة كبيرة، وادي التسديدة، ولكن مش ممكن. فرص كبيرة جدا جدا، فرص كبيرة جدا جدا من هدافين كبار. شفنا كهربا وباسم مرسي وادي هاني العجيزي وحسام باولو على بعد 11 متر بدون اي ضغط او مواجهه، بيضيع فرصه كبيره. وادي مصر المقصه بتحرز الهدف الاول عن طريق جابر ميدو علشان يتقدم على حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء في ملعب الفيوم. عموما شباك ملعب الفيوم مشاهدينا الكرام بتتحرك وتسجل الهدف رقم 294 في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن. ملعب بيتروسبورغ ومباراة القمة وصدام النجوم، صدام القمة. لازال التعادل السلبي ولازال مسلسل الفرص المهدرة هو الأبرز خلال ال 22 دقيقة اللي مرت من عمر وزمن اللقاء، لكن مباراة حلوة، مباراة سريعة، الفرقتين بيلعبوا بدون أي خجل، الكل بيبحث عن الثلاث نقاط. أحمد تمساح تقدم واخترق، والتمريرة والتوزيع الأمامية، وادي اللمسة خطيرة، لمسة خطيرة، ولسه ولكن على طول الكرة بتعدي. بقول لحضراتكم إزعاج كبير وقدرات كبيرة ونجوم كبار داخل البساط، ولكن لسه الهابي إن والنهاية السعيدة لم يدركها لاعبي الفريقين. ادي كهربا بيتقدم في الجبهة اليسرى ويجري المرة دي باسم مرسي، ولكن بيرتكب خطأ لمصلحة شريف حازم. لكن مباراة بادية بداية سريعة جدا جدا، والدوري في نسخته رقم 57 بيقبل كل الاحتمالات. ادي الكورة وادي الرياكشن من احمد الشناوي، ولكن هربت منه الكوره، ولكن تواجد ديودار مع حسام باولو بيضيع فرصه كبيره جدا جدا لسموحه. كانت تقدر الشعله المضيئه انها تتقدم وتنير بالهدف الاول في ملعب بيتروسبورغ. تتلعب رميه التماس على طول، عمر جابر بيطلع الكرة الى خارج الملعب رمي التماس. ضاغط فريق سموحة من الجبهة اليسرى اللي فيها ايمن اشرف، وادي هاني العجيزي وشيكابالا يزق الكرة ويعمل اسبرنت كبير جدا جدا، وفي تواكل وعدم انسجام. طبعا شريف حازم بيلعب لاول مرة جنب محمود عزت اللي لعب بمبدأ الامان نظرا لضغط شيكابالا في اللقطة اللي فاتت. ابتدينا نسمع أصوات الحضور، العب يا زمالك. النهاردة جماهير الفارس الأبيض بتأمل في استعادة صدارة الترتيب مرة تانية بعد فوز النادي الأهلي بالأمس. كلها ضغوط بتواجه الفارس الأبيض في سباق الصدارة والقمة بينه وما بين المارد الأحمر، القطبين اللي عادوا من جديد خصوصا في الجولة 15 وبدأت تنطفي بعض الشيء. مغامرة كل من المقصة والداخلية اللي تلقوا هزيمة في الجولة الماضية، لكن في نفس التوقيت المقصة بيضيف أحزان جديدة
على حرس الحدود ويتقدم ميدو جابر بهدف. كارت أول في أحداث اللقاء هيبقى من نصيب أعتقد اللاعب شريف حازم. أول الكروت اعتراض وكلام كتير، وأول مشاركة، أول مشاركة لشريف حازم هذا الموسم بعد ما انتقل في انتقالات يناير من الأهلي لسموحة. بياخد أول الكروت، أدي كورة أمامية ولكن سهلة سهلة بتوصل عند المهدي سليمان. النهارده بيلعب اللقاء رقم 15 واهتزت شباكه ب 13 هدف. ضغط من لاعبي نادي الزمالك، معروف يوسف ثنائي افريقي بيعتمد عليهم الفارس الابيض النهارده في وسط الملعب. حماده طلبه بيتقدم، حماده ومرتد معاه تمساح في التزام كبير جدا جدا بالمهام الدفاعيه والمهام الهجوميه. لكن النهارده في ظل التكافؤ والنديه الكبيره اللي هيقدر يستغل الفرص هو اللي هتكون للكلمه العليا. محمود عزب بيطلع ركنيه، ركنيه اولى لمصلحه نادي الزمالك، جايلها شيكابالا اللي بينفذ ركنيات في منتهى منتهى الخطوره، عنده القدم الحساسه الحلوه اللي بتعمل اسويرف داخل المناطق المميزه المثيره. هنشوف شيكابالا هيقدم لنا ايه. والصباحي بيمنع الاحتكاك، وادي الكوره على طول، الكوره العاليه، وادي الراسيه ولسه موجوده عند مصطفى، يعمل كنترول وهيقدم ايه، بيعمل فنتات وعايز يلعب العرضيه، ولكن هاني العجازي بيحط رجله في توقيت مناسب جدا جدا ويطلع مره تانيه ركنيه جديده للفارس الابيض. ركنيه رقم 2 اتلعبت المره دي والسياره، مصطفى فتحي هو واخد المبادره عايز يمر ولكن مقفول عليه المنوفي، ياخد كلاكيت ثالث مره نادي الزمالك، ركنيه ثالثه، ثلاث ركنيات متتاليه وكلام كبير وعروض كتير للفرصه الشقيه مصطفى فتحي. وادي مره تانيه كوره وبتسقط في مكان خطير ودربكه، وادي مره تانيه تسديده، ولكن يا ولد يا ولد يا ولد المهدي سليمان كلاكيت ثالث مره، كلاكيت ثالث مره المهدي سليمان بيجيد ويتالق ويبدع وينقذ مرماه من تسديده محمود كهربا في الدقيقة 27، ولكن الهجمات والفرص ومحاولة التقدم متاحة ومفتوحة لكلا الفريقين. وادي كهربا تسديدة من 10 متر ولكن تراي مميز جدا جدا وانقاذ وتصدي رائع من المهدي سليمان. في فرص وفي ضغط وفي اندفاع سواء من لاعبي نادي الزمالك اللي لاحت ليهم 3 فرص، ايضا سموحة مش هايب الموقف ومش خايف وبيبادل لاعبي نادي الزمالك الهجمات، ولاحت ليه ايضا 3 فرص مؤكدة جدا جدا للتهديف. لكن لسه التعادل السلبي لازال قائم. وادي باسم هل يجد الدواء وهل يجد العلاج من الزهايمر التهديفي في هذا اللقاء؟ وزي ما كان سموحة في الموسم الماضي وش السعد عليه، هل يكرر ويعيد التاريخ؟ كلها أسئلة مطروحة. هنستأنف اللقاء، وقام المنوفي والمهدي على طول من غير تحضير بيلعب كرة أمامية، يرد معروف يوسف، عمر جابر بيدوس على كورته عمر ويتقدم في الجبهة اليمنى، لمسة على طول معروف لكوفي لجابر من جديد، مثلثات في وسط الملعب ترجع عند ديويدار. أحمد ديويدار مضغوط على كهربا من كواكو، مدافع قوي وسريع. هنشوف أكتر من مباراة ثنائية داخل البساط الأخضر. وآدي محمد كوفي اللي بيعود للمشاركة من جديد، اللاعب البوركيني صحيح ولد في أبيدجان ولكن بيحمل الجنسية
البوركنافية. مصطفى فتحي بيمشي بعرض الملعب، عدى واخترق وتقدم ولسه مكمل ومضغوط عليه من ابراهيم صلاح، بيحافظ على كورته. مصطفى فتحي هيعمل ايه ويحل ايه؟ هنشوف. ادي كوره ومساحات ضيقه ولكن بلمسه على طول، كهربا في مكان خطير. وادي العرضيه، ادي العرضيه حلوه ولكن ما تلاقيش الا هاني العجيزي اللي عايز يعمل الهجمه المرتده، ولكن عمر جابر عمل ارتداد سريع وقفل الجبهه اليمنى، الجبهه اليسرى اللي مركز عليها سموحه. علي جاب شيكابالا بيلعب كرة للأمام، شيكا، لكن الكرات العالية هتلاقي دايما محمود عزت. أدي لمسة جديدة وتقدم المرة دي ومحاولة التسديد من كهربا ولكن بترتد. هاني العجيزي، أحمد نبيل مانجا بيحاول يسيطر على الكرة، فريق سموحة، لكن المباراة سجال رايحة جاية، كل فرقة بتمسك الكرة بتركز انها تحضر هجمة منطقية وتصل الى التلت المؤثر للفريق الاخر. ونسبة الاستحواذ 56% لنادي الزمالك مقابل 44. عمرو المنوفي، هاني العجيزي بيقابله معروف ولكن المرة دي بصفارة وخطأ، تتنفس على طول تمساح، احمد تمساح، مانجا على طول لهاني العجيزي، مانجا من جديد، لاعب لا بديل عنه في تشكيلة سموحة، بيعتمد عليه فريق سموحة بشكل كبير خلال المنافسات هذا الموسم. أيمن أشرف تقدم واخترق ولكن كوفي آري فكر أيمن، يقطع ويدي الاستحواذ. مصطفى فتحي بيحافظ على الكرة، على طول محمد كوفي هيسلم من جديد لعمر جابر، ارتد لاعبي سموحة كلهم في نص ملعبهم، ودي محاولة لاختراق وفتح الأطراف ولكن المرة دي مفيش تفاهم ما بين فتحي وكوفي تتقطع. هاني العجيزي بيتقدم ولكن على طول حمادة طلبة بيعمل تاكلينج وبلوك قوي. ادي كواكو بيوزع لهاني العجيزي، يرفع وشه وبيلعب عرضية قوية رايحة على القائم الثاني ولكن ما تلاقيش حد إلا عمر جابر. علي جبر يلعب كرة وحشة في وسط الملعب، إبراهيم صلاح يسلم المنوفي عايز يعمل انطلاقة وعملها وخد، ودي اللمسة، جول 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 جول. أخيرا عمرو المنوفي يفتتح التسجيل مشاهدينا الكرام بعد لعبة هات وخد وخد وهات. بيتقدم عمرو المنوفي ويفتتح التسجيل ويضع الهدف الأول واللقطة المضيئة الأولى في أحداث هذا اللقاء، علشان الشعلة المضيئة تنير ملعب بيتروسبورغ. تبص شوف الحكاية، بص شوف الرواية، يا ولد يا ولد يا ولد، بمنتهى الدقة والجمال بعد لمسة هات وخد. وحسام باولو للمنوفي بيحط المنوفي لمسة ولدغة أولى مشاهدينا، علشان سموحة تتقدم بهدف مقابل لا شيء، واحد لا شيء لمصلحة سموحة عن طريق عمرو المنوفي اللي بيتقدم وبيضع أول أهدافه في هذا الموسم في منافسات الجولة 57 في الدقيقة 33. واحد لا شيء، وهنشوف نادي الزمالك هيفكر في ايه وردة الفعل هتكون في ايه، ولكن سموحة اول تنفيذ امثل واول اختراق واول نهاية سعيدة بتأتي عن طريق عمرو المنوفي والقادمون من الخلف. صفارة ضربة حرة مباشرة، دايما لقاءات الفريقين لقاءات مثيرة حماسية. تقدم سموحة بهدف ولم يستمر سيناريو التعادل السلبي إلا 32 دقيقة فقط. هنشوف ضربة حرة مباشرة، وشيكابالا على طول بينفذ كرة على القائم الثاني، بتعمل سويرف ولكن فيها قوة زيادة
بتلف وتخرج الى خارج الملعب علشان تبقى ركله مرمى. وصلنا ل 294 هدف سواء في لقاء المقصه والحدود اللي متقدم فيها المقصه بهدف عن طريق جابر ميدو، وهنا في ملعب بيتروسبورت تقدم عمرو المنوفي بهدف لسموحه على نادي الزمالك. علي جاب اللي ما كانش موفق في ابعاد الكوره اللي اصفرت عن هدف اول. رمي التماس، عمر جابر منتظر التحركات الاماميه تتلعب على طول، ولكن مضغوط على باسم، وفي اشاره من المساعد الثاني وائل مصطفى في خطا ضد شريف حازم اللاعب الوحيد اللي خد بطاقه صفراء حتى الان. ضربه حره مباشره، وشيكابالا بالتخصص هو اللي بينفذ المواقف الثابته تتلعب على طول، ودي اللمسه الراسيه من معروف ولكن لم تجد المتابعه. ادي الهجمه المرتده السريعه وتقدم من مانجا يسلم المره دي تمساح، والتسديد التمساح، ولكن على طول احمد الشناوي متقدم وقافل المرمى، واخد 5 متر قدام المرمى وقدر ان هو يقفل على تسديده احمد تمساح، ولكن يبقى فريق سموحة في منتهى الخطورة، لان قلت لحضراتكم انه يملك الاسماء ويملك القدرة على مباخذة الفارس الابيض في اي لحظة من لحظات اللقاء. 19 هدف لفريق سموحة، وهدف عمرو المنوفي هو الهدف رقم 20 لي، بينما مهاجمي نادي الزمالك احرزوا 23 هدف من خلال 13 لقاء. ادي احمد الشناوي كان محافظ على نظافة شباكه 4 لقاءات، وادي الهجمات والمساحات الكبيرة اللي موجودة في وسط ملعب نادي الزمالك والهجمات المرتدة الخطيرة السريعة، ولكن تسديدة احمد تمساح تعامل معها بكفاءة كبيرة جدا الحارس احمد الشناوي. تحرك حلو من باولو مانجا، تقارب للمسافات والمساحات من لاعبي سموحة اللي عندهم استقرار كبير في التشكيلة ومن خلال الإدارة الفنية للكابتن ميمي عبد الرازق. أدي صفارة وخطأ لمصلحة عمر جابر. حازم إمام وأحمد حسام ميدو حوار، أول مرة يتعرضوا للتأخر في نتيجة اللقاء. أول لقاءاتهم كان فوز على الدخلية 2 لا شيء، ثم فوز على إنبي بهدف رائع لشيكابالا، ثم أيضا على الشرطة بهدف لكهربا، ثم أخيرا على المصري البورسعيدي بهدف رائع للفرسة الشقية مصطفى فتحي. هنشوف ازاي احمد حسام ميدو ولاعبي نادي الزمالك هيعودوا للقاء. كره للامام، شيكابالا عايز يروض الكره، سبرنت كبير وبيلعب على طول، كره عرضيه خطيره، ولكن ايضا ارتداد قوي وضغط قوي من شريف حازم. معروف يوسف بيعدي معروف، وصل لخط المرمى وبيلعب عرضيه فيها قوة كبيرة جدا ما يقدرش حد يتابعها، تعدي بعرض الملعب علشان تبقى تماس. رمي التماس لمصلحة سموحة أيمن أشرف. محمد كوفي ضغط على باسم بيفقد الكورة كتير. عمرو المنوفي تمريرات في وسط الملعب، ايمن اشرف تمساح، تقدم تمساح، عدى واخترق، وصل لمكان خطير، وادي على طول مجابهه وضغط من علي جبر، عمل مشوار كبير ولكن ضغط مبكر، تخرج الكره
إلى خارج الملعب تماس. وصلنا للدقيقة 40، لقاء سريع جدا جدا، والفرص الكتيرة المهدرة مأثرة على أداء الفريقتين. أدي كهربا بيلعب كرة عرضية على طول رايحة في اتجاه مصطفى فتحي. مصطفى فتحي، محمد كوفي بيلعب تملي من وضع الثبات. نادي الزمالك عنده على دكة البدلاء أيمن حفني ومحمد إبراهيم وميكي وإبراهيم عبد الخالق ورمزي خالد المنضم حديثا، بالإضافة طبعا لجنش. بينما مي عبد الرازق عنده إسلام محارب وشكري ومحمد حمدي زكي ومحمود فتحي وعمر سعد وأحمد فوزي والحارس علي فرج. أوراق مهمة هنا وأوراق مهمة هناك، ولكن هنشوف الأفكار وهنشوف آلية وطريقة استخدام الأوراق البديلة. ما ننساش إن ميدو لجأ إلى تبديل اضطراري لإصابة طارق والدفع بمعروف يوسف. لمسة من معروف، محمد كوفي أول مرة يلعبوا جنب بعض في وسط الملعب. محمد كوفي تمريرة وحشة على طول يقطعها المرتد للخلف أحمد تمساح، بيعمل جهد كبير وحيوية كبيرة كقاعدة مثلث هجومية، ضغطين على عمر جابر. أيمن أشرف التوزيع الأمامية، لكن على طول اللمسة الراسية، رجع مصطفى فتحي قام بالواجب الدفاعي قبل ما توصل لهاني العجيزي، ولكن المباراة مايلة ناحية الجبهة اليسرى لفريق سموحة واليمنى لنادي الزمالك. الشغل حتى الهدف اللي تقدم به سموحة أتى من الجبهة اليسرى. كواكو بيعمل كنترول وعلى طول بيروح بالكرة للمنطقة المفضلة لسموحة. أحمد نبيل مانجا بيغير اتجاه اللعب، ولكن حمادة طلبة واقف تمام التمام. كهربا بيظهر في الكادر ويقف على كورته ويتقدم ويمرر كرة في وسط الملعب عند شيكابالا. تقدم شيكا، عدى يا ولد بالمهارة واحد والتاني ووصل على حدود المنطقة وعايز ياخد خطأ، ولكن الصباحي بيشير باستمرار اللعب. كواكو بيظبط كورته والتوزيع الأمامية، المرة دي ويدار هيسيبها علي جاب. معروف يوسف بينزل علشان يستلم، ادي التمريره ولكن استلام وحش من حماده طلبه، ما يقدرش يمتص الكره اللي فاتت دي تخرج علشان تبقى تماس. ادي الكره اللي وقع فيها تمساح، ولكن كان فيها ايضا بلاي اون. النهارده محمد الصباحي بيسمح بالالتحام وبيدي فرصه لالتحامات اللاعبين طالما مشروعه. كره بالخطا وضغط متقدم من لاعبي نادي الزمالك، لكن بتنتهي بتماس. ايمن اشرف منتظر المسانده والتحركات الاماميه. هاني العجيزي دخل قلب الملعب وعدى ما بين اقدام معروف. هاني العجيزي لعيب عنده كره حلوه طبعا. احمد تمساح، هاني العجيزي، ادي الخبرات وادي نجوم فريق سموحه، قدرة كبيرة جدا جدا وأسماء عندها تمرد في بطولة الدوري الممتاز. ولكن معروف وكوفي من جديد بيسلم كرة هدية للاعبي سموحة في منطقة التحضير. عمرو المنوفي بيسلم على طول وبيعمل هات وخد، بيتقدم عمرو مرة تانية تمريرات، ولكن تمريرة المرة دي بالخطأ توصل لشيكا بالا. تقدم شيكا، الأداء سريع جدا جدا. شيكابالا على طول بيسلم كهربا، دخل لقلب الملعب عايز يعمل هات وخد، توصل الكرة عند طلبة بيظبط وعايز يلعب أرضية، ولكن عزت يا ولد بينزل على الأرض ويعمل إبعاد قبل ما توصل لشيكابالا. وادي الكرة الثرو باس الأمامي المتقدم في حسام باولو. حسام باولو بيحافظ على كورته ويرجع من جديد للمنوفي. تمريرات
من لاعبي سموحه للحفاظ على الكوره ولاعبي نادي الزمالك. حتى الان ما بيضغطوش، بيكتفوا فقط بالتحليق في منطقه وسط الملعب. احمد نبيل مانجا، شريف ايمن اشرف، شريف مره تانيه، وبنلعب في الدقيقه 45 وهنشوف كم دقيقه وقت محتسب بدل ضائع. اضافهم محمد الصباحي في احداث الشوط الاول. خمس ست سبع تمريرات ما بين اقدام لاعبي سموحه، ولكن تمريرات بعرض الملعب هدفها الاستحواذ وهدفها حرمان لاعبي نادي الزمالك من الكوره. دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع. احمد الشناوي على طول بيلعب كوره للامام، باسم توصل الكوره لمعروف، عمر جابر تقدم، عمر جابر ولكن يرجع من جديد لكوفي. معروف يوسف ارتد كل لاعبي سموحه، وتركيز من نادي الزمالك في محاوله خطف هدف التعادل في اللحظات الاخيره من عمر وزمن الشوط الاول، ولكن كواكو على طول بينقض. احمد تمساح بيصول ويقول بدون اي رقابه من لاعبي وسط الملعب. مانجا، كواكو، واضح الزياده العدديه لفريق سموحه على لاعبي وسط الملعب لنادي الزمالك، عامل زحمه وعامل كثافه عدديه كبيره. ميمي عبد الرازق في منطقه وسط الملعب، علشان كده لما بيمسك الكوره بيبقى في صعوبه لنادي الزمالك ان هو يستخلص. ايمن اشرف، كوره للامام، لمسه من مانجا ولكن التحام على طول. هاني العجيزي يرجع، ابراهيم صلاح هات وخد، بيحافظ على الايقاع لفريق سموحه. ادي محمود عزت، تمريرات بشكل خاطئ والخطا موجود المره دي لمحمود كهربا. على طول بيلعب محمود كهربا، خصوصا واحنا بنلعب في الثواني الاخيره من الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدل ضائع. عمر جابر، شيكابالا، ايمن اشرف بيضغط، تمريرات لسه ما اتظبطتش. وفي هذه الاثناء مشاهدينا الكرام بتنطلق صافره انتهاء احداث الشوط الاول بتقدم الفريق الزائر سموحه بهدف للنجم عمرو المنوفي في الدقيقه 33 الى الملتقى. مشاهدينا مع بدايه الشوط الثاني تقبلوا تحياتي ايمن الكاشف، الى اللقاء. خرج باسم مرسي ونزل محمد ابراهيم في تاني تبديلات الكابتن احمد حسام ميدو، ويبقى كده كهربا هو اللي هيبقى راس الحربه اللي موجود لنادي الزمالك على الورق. ادي محمد ابراهيم في اول لقطه لي في احداث هذا اللقاء، لقاء اللي بنتساءل فيه من سيجلس على القمه بعد انتهاء فعاليات الجولة 16. ادي كهربا على طول بيلمس، ولكن اشارة من المساعد الاول تماس لمصلحة سموحة. هل نادي الزمالك هيلعب بكهربا كراس حربة ولا يلعب بطريقة المهاجم المزيف، طريقة البرشلونية، طريقة اسبانيا؟ هنشوف ونتابع. ادي لعب من لمسة واحدة ولكن بالكعب تتقطع. عمر جابر بيلعب كرة للأمام، كهربا، وسط حصار ما بين عزت وشريف. هاني العجيزي، لازال ميمي عبد الرازق محتفظ بال11 لاعب اللي بدأ بيهم أحداث اللقاء. محمد كوفي، أحمد دويدار، على طول تمريرات بعرض الملعب من نادي الزمالك توصل لشيكابالا. حمادة طلبة بيعمل تمريرة أمامية، أدي التقدم والضغط من الخلف ضد محمد إبراهيم. صفارة ضربة حرة مباشرة.
ملعب يا زمالك، هتاف الحاضرين في ملعب بيتروسبورت. ادي باسم مرسي، تتلعب على طول الكرة ولكن سهلة في المتناول عند المهدي سليمان. لسه حتى الآن لم يجد لاعبي نادي الزمالك الاستفادة من المواقف والكرات الثابتة. أحمد تمساح قدم جهد كبير في أحداث الشوط الأول، هو دايما اللي بيصمم وينظم الهجمات. هاني العجازي، تمريرة عند عمرو المنوفي، مثلثات كواكو منسا على طول مرة تانية. ادي احمد تمساح، مقربين لبعض زي ما بقول لحضراتكم، عاملين ترابط بشكل جيد وانسجام موجود واضح في اداء فريق سموحة. معروف يوسف، تتقطع منه الكورة على طول، لمسة من معروف. عمر جابر مضغوط عليه النهاردة عشان كده ما بنشوفش تقدم. معروف تمريرة وحشة ولكن بترجع له من جديد، عاملين لخبطة وعاملين ميس باس كتير جدا جدا. معروف وكوفي في منطقة التحضير لنادي الزمالك. أحمد دويدار، محمد كوفي، محمد إبراهيم، حمادة طلبة على طول. الضغط من لاعبي سموحة، تمساح يطلع إلى خارج الملعب تماس، ولكن حضراتكم متابعين وشايفين معانا في صعوبة في التحضير خصوصا من التلت الأول للتلت الأوسط للتلت الأمامي. أدي تمريرات معروف كلاكيتي، يمكن رابع أو خامس مرة تمريرة بالخطأ في منطقة التحضير بتهدي الكرة لفريق سموحة. كرة للأمام والتحركات في عمق دفاعات نادي الزمالك، بيتقدم المرة دي الشناوي. محمد كوفي، عمر جابر، مصطفى فتحي لمسة فيها مهارة ولكن في شد وجذب من أيمن أشرف. صفارة وخطأ، ادي اللمسة الحلوة. ولد اقدامه كلها مهارات ولكن النهاردة واضح ان في غلق تماما لمساحات واطراف الملعب من جانب فريق سموحة على نادي الزمالك. شيكابالا بيضطر ان هو يسقط للخلف كتير، وادي الاطراف المغلقة. عمرو المنوفي، ابراهيم صلاح بيعمل تمريره للامام والكره الوان سري، المره دي تجد عمر جابر يعمل كنترول. عمر جابر عدى بعرض الملعب، يسلم حماده طلبه، منتظر المسانده. ادي التوزيعه الاماميه في اتجاه شيكابالا اللي لما بيزيد هيدي حيويه واضافه. استلام وحش المره دي من محمد ابراهيم ولكن بجرأه كبيره جدا جدا يضغط ويسيبها شيكابالا لمحمد ابراهيم لانه كان في وضعيه تسلل. شيكا، محمد ابراهيم يسيبها لشيكابالا، يقف على كورته وبيلعب العرضيه ولكن عزت على طول يحط باطن القدم اليمين ويطلع العرضيه اللي فاتت الى خارج الملعب. ركنيه لمصلحه نادي الزمالك. المهدي سليمان تعلق في ثلاث كرات كانت قريبة جدا جدا من الأهداف، وأدي رأسية ولكن وحشة جدا جدا من دويدار. كان متقدم على القائم الأول هو وعلي جبر، اثنين أصحاب قامات عالية بيجيدوا ألعاب الهوى، لكن لسه اللمسة المضيئة، لسه استعادة الثقة لم يجدها وبيبحث عنها الفارس الأبيض في هذا اللقاء. كرة معدية باولو، عمر جابر، علي جبر على طول لدويدار، محمد كوفي. ادي مشكلة نادي الزمالك، ما عندوش اللاعب اللي موجود في وسط الملعب اللي يقدر يقوم بدور
طارق حامد بتوزيع اللعب من التلت الاول للتلت الاوسط، عشان كده في بطء وفي استهلاك وقت طويل من نادي الزمالك في تحرك الكرة. ادي اللمسة المرة دي من فتحي توصل لكهربا، مصطفى فتحي من جديد هيعمل ايه؟ بيسقط كرة ولكن ابعاد من عزت، ترجع من جديد لكهربا، محمود كهربا عايز يعدي ولكن على طول ايد من ايمن اشرف، وصفارة واعاقة، خطأ وكارت تاني في احداث اللقاء هيبقى من نصيب ايمن اشرف، تاني كروت في احداث اللقاء ومن نصيب الكارتين لاعبي سموحة، واحد لشريف حازم للاعتراض والثاني لايمن اشرف. ضربة حرة مباشرة لمصلحة نادي الزمالك، وشيكا بالا على التنفيذ، وخمسة ابيض داخل المنطقة وكل لاعبي سموحة ارتدوا على طول، شيكا بالا بيسدد، وادي اللعبة ادي اللعبة ولكن من القلب على طول بيطلع دفاع فريق سموحة الكرة الى خارج الملعب، شيكا بالا بيلعب رمية التماس، ادي المرور من واحد والتاني ولكن المهارة الفردية صعبة جدا جدا تحل الكثافات العددية اللي موجودة في اخر 15 متر من دفاع سموحة. علي جاب عمر جابر على طول بيسلم مصطفى، صعب جدا جدا ان هو يعمل مشوار وانطلاق. احمد نبيل مانجا اداء متوازن جدا جدا من سموحة اللي حتى الان بيأدي بنفس السيناريو اللي دخل به اللقاء، وهو الاداء المتوازن والضغط على لاعبي وسط الملعب لنادي الزمالك، وادي خطأ جديد لعمر المنوفي. ضربة حرة مباشرة وادي اللقطة، هل فيها خطأ ولا ما فيهاش؟ الحكم لحضراتكم كان قريب الصباحي واحتسب خطأ. احمد نبيل مانجا توزيع الامامية، باولو تمساح بيسقط كرة للامام ولكن طلبة يرد، بترجع من جديد وتسديدة من حسام باولو ولكن في المتناول عند احمد الشناوي. صفارة وخطأ، ضربة حرة مباشرة ضد احمد تمساح، شايفين حضراتكم الضغط بيبدأ منين؟ ادي التمريرة الامامية، كهربا استلام اطول من اللازم، ومساحات الضيقة اللي عاملها سموحة ما بين رباعي خط الظهر والساتر الثلاثي مفيش مساحات، عشان كده لاعبي نادي الزمالك لازم يبقى عندهم دقة كبيرة جدا جدا في التمرير وفي الاستلام. عمرو المنوفي النهاردة اتحرك في كل مكان وهو اللي احدث الفارق. عمرو المنوفي تمساح فتح له كواكو من سوا، بيعمل كنترول كواكو ولكن على طول اتحرك له تمساح عايز يعدي ويمر ولكن بيضغط عليه محمد ابراهيم، وكوفي على طول يخلصها ويدي الاستحواذ لنادي الزمالك معروف يوسف. حماده طلبة الكرة الأمامية، كهربا ما يعرفش يسيطر على الكرة، كواكو من سوا تمريرات فيها ثقة وفيها أداء وفيها اتزان من جانب سموحة، والتمريرة الأمامية مرة تانية مقطوعة من ديودار ولكن بيستعدها نتيجة الضغط المتقدم فريق سموحة. تمريرات بشكل جيد ومحاولة للاختراق على طول تمساح، تشعر ان اصحاب التيشيرت الازرق هم الاكثر عددا من لاعبي نادي الزمالك. ليه؟ لان لاعبي نادي الزمالك مفيش ضغط جماعي. شيكا بالا بيمشي بالكرة، كسب مساحة ارض وبيعمل تمريرة حلوة في الجبهة اليسرى عند المتقدم محمد ابراهيم، بيقف على كورته، هل المهارة الفردية
هي اللي تحل الأزمة وتحل المعادلة النهاردة لنادي الزمالك، ولكن أخطاء الثنائي الإفريقي في وسط الملعب النهاردة بتجهد قدرات وإمكانيات نادي الزمالك في استرداد الكرة وفي تحضير الهجمة. أحمد تمساح بيعمل محطات ويتقدم في الجبهة اليمنى. مباراة كبيرة جدا جدا للمنوفي وتمساح. تقدم تمساح وعايز يعمل كرة، ولكن على طول عمر جابر واقف في المكان السليم. ادي تحضير سريع، كوفي يعطل اللعب، بتضغط عليه ولكن بتوصل الكرة لعمر جابر. لازم لاعبي نادي الزمالك يبقى التحضير للامام واللعب اسرع علشان يكتشف المساحات ويستغل تقدم لاعبي سموحة. لكن تقدم بطيء وفي صعوبة في التنقل وفي التحول. محمد إبراهيم، حمادة طلبة، شيكابالا بيهرب كتير وبيتحرك في كل مكان. كرة للأمام ولكن ضغط بصفارة وخطأ في مكان مميز لحمادة طلبة. ضربة حرة مباشرة. وصلنا للدقيقة 59. سموحة 1 نادي الزمالك لا شيء. لقاء الجولة 16. ادي ابراهيم صلاح النهارده بيظهر للمرة السابعة هذا الموسم، 6 مشاركات سابقة مع نادي الزمالك و110 لقاء في رصيده مع نادي الزمالك، والنهارده بيلعب اللقاء الاول ليه امام فريقه الاساسي. ضربة حرة مباشرة. شايف دويدار واخد وضعية التسديد، وخمسة ابيض، وشيكابالا بيسدد ولكن اعلى من المرمى. وضعية صعبة بالقدم اليسرى. وادي المهدي سليمان لعب دور مهم جدا جدا في الشوط الاول اثناء التعادل السلبي، ان هو يبقي على عشرية شباكه امام كهربا وباسم مرسي، وتسديدة ايضا خطيرة لمحمود كهربا، لكن انقذ مرماه من انفرادين. تبديل اول، هيخرج تمساح بعد ما عمل جهد كبير. هنشوف مين اللي هينزل. هينزل احمد شكري علشان يشارك للمرة السابعة. عنده هدف وحيد احمد شكري، لكن كلهم اسماء مخضرمة ومتمرسة في بطولة الدوري الممتاز. احمد دويدار تقدم، محدش ضغط عليه، هل يعمل الإضافة والزيادة؟ عمل مشوار حلو ويمرر على طول لحمادة. حمادة على طول المرة دي وتاني مرة على التوالي بياخد خطأ في أماكن مميزة جدا جدا. آدي محاولة المرور، اتنين لاعيبة أقوية سواء كواكو أو حمادة طلبة. هنشوف التفوق هيبقى لمين. وادي شيكابالا بيلعب كرة عرضية حلوة، ولكن من القلب عزت يعمل ابعاد. ودي مرة تانية كرة خطيرة، وعلي جبر ولكن في صفارة نتيجة الدفع لمصلحة سموحة. ادي محمد كوفي كان متقدم صحيح، ما عندوش طول مميز ولكن عنده ارتقاء وجنب عالي، وعنده هدف في مسيرته مع نادي الزمالك هذا الموسم في لقاء الخماسية أمام غزل المحلة. عدت أول ساعة ولازالت لاطت الدقيقة 33 تسيطر على أجواء اللقاء وتزيد الأعباء والضغوط على لاعبي نادي الزمالك في ملعب بيتروسبورغ في مواجهة مع منافس من العيار التقيل. مصطفى فتحي على طول معروف يكمل الهجمة ويطلع أخيرا
عمر جابر اللي عايز يجري مصطفى ولكن بياخد تماس. محمد كوفي، معروف يوسف، كرة متسقطة في اتجاه شيكابالا ولكن أقوى أقوى من اللازم، توصل عند المهدي سليمان. الكرة الأمامية على طول لمسة باولو، محاولة من شكري ولكن بخطأ بلمسة يد، ضربة حرة مباشرة. علي جبر، محمد كوفي، التمريرة الأمامية على طول شريف حازم ولكن راية وصفارة، تسلل على كهربا، هنشوف اللقطة مرة تانية، في تسلل على محمود كهربا اللي حتى الآن لما بيلعب كراس حربة صريح ما بنشوفش ليه بصمة ولا إيجابية. لكن باسم مرسي لغز لغز كبير جدا جدا. احمد دويدار على طول التمريره للامام، حط جسمه بشكل جيد احمد ولا حماده طلبه. ادي عمر جابر بيوزع كوره حلوه عند مصطفى فتحي، هيعمل ايه؟ عدى يا ولد بالمهاره، وادي العرضيه بتوصل لجابر من جديد، بيلعبها من غير ما يبص على طول كواكو، في تنظيم في تنظيم بيأدي بيه فريق سموحه، عارفين وحافظين بشكل جيد التحركات وازاي يقفلوا تقدم لاعبي نادي الزمالك. معروف يوسف، كوره للامام، حماده طلبه ابتدى يزيد، شيكابالا يمرر في القلب، كهربا مستني ولكن على طول ابعاد من شريف حازم بالعقل. علي جبر بيسلم كوفي، كرم للامام ولكن الكرات العاليه هتبقى صعبه. يا ولد يا عمر بيدي نادي الزمالك المتابعه من خلال السكند بول، ولكن شريف حازم على طول بيشتت. لمسه من مصطفى، كوفي رجع كل لاعبي سموحه، وبدا نادي الزمالك يسيطر على الكوره واللعب كله كله يبقى في نص ملعب فريق سموحه اللي متراجع، واصبح كل اللاعبين تحت الكوره زي ما حضراتكم شايفين. محمد كوفي على طول لمسه من محمد ابراهيم بمرور بشكل جيد، وفي خطا ضد مانجا. تتلعب على طول الضربه الحره، شيكابالا، علي جبر، عمر جابر بينزل وبيسقط، وابتدى لاعبي نادي الزمالك يحاولوا انهم يتحركوا بدون كوره وما يتقيدوش بالتمركز. كره للامام على طول مصطفى بالمهاره، عمل تمريره حلوه، شيكابالا هيربط مع مين؟ بيعمل يا ولد يا ولد يا ولد على التمريره، ولكن فرصه فرصة كبيرة جدا جدا. يا سلام على الحل، كرة خيال علمي، كرة خيال علمي بلاطة فنية بديعة غير تقليدية. شيكابالا شيكابالا بيعمل تمريرة لمحمد إبراهيم علشان يحط وجها لوجه مع المهدي سليمان، ولكن مسلسل الفرص الضيعة لازال مستمرا ولازال مستمر تألق المهدي سليمان. آدي محمد ابراهيم وادي شيكابالا، ولكن المره دي في خطا. ادي اللقطه، لقطه الخيال العلمي، بص شوف التمريره الاسيست، ولكن بيأبى محمد ابراهيم ان هو يعيد. الفارس الابيض لهدف التعادل بعد لقطه ولا في الاحلام من شيكابالا، ولكن تألق لرابع مره من المهدي سليمان. فرص كبيره جدا جدا ومردود كبير يليق باختياره كأحد الأسماء في صفوف منتخبنا المهدي. ضربة حرة مباشرة، كرة على بعد 23 متر، وادي شيكابالا، ادي شيكابالا في نفس الوضعية وبنفس التنفيذ ولكن أعلى من المرمى.
نفسه الكرة تخش لقلب الملعب شوية علشان يبقى قدمه اليسرى أكثر رؤية للمرمى. لكن حتى الآن تسديدات شيكابالا كلها أعلى من المرمى. هيل جاميدو للدفع بالحريف، أيمن حفني، ورقة جديدة وتنشيط جديد، ولكن على حساب شيكابالا اللي قدم لنا لقطة بقول لحضراتكم فيها خيال علمي في اللقطة اللي فاتت، ولكن مسلسل إهدار الفرص لازال مستمرا. طبعا زعلان شيكابالا لأنه لسه مقدم لنا حل غير تقليدي ما يقدموش إلا لعيب عنده قدرات وإمكانيات. شيكابالا محمد إبراهيم على طول بيسلم سقوط بدون أي أخطاء، وإشارة موفقة من الصباحي باستمرار اللعب. أدي الضغط المبكر المرة دي من لاعبي نادي الزمالك توصل لكهربا، ولكن على طول إبعاد من إبراهيم صلاح. مصطفى فتحي عدى واخترق، لكن عليه رقابة بلاعب والتاني والتالت. لمسة على طول من عمر جابر بالكعب، ولكن مش أي كعب، يبقى كعب شيكابالا. وآدي خطأ جديد وصفارة جديدة المرة دي لمصلحة عمرو المنوفي، وتبديل تاني لفريق سموحة، خصوصا ان نادي الزمالك استنفذ الثلاث تبديلات. ادي الكرة، صفارة ضربة حرة مباشرة، والخطأ موجود ضد كوفي، وشايف تدعيم جديد لمنطقة وسط الملعب. اللاعب محمود فتحي لاعب نادي الاتحاد وام بي السابق، اللي لعب 12 لقاء وعنده 103 مباراة في بطولة الدوري الممتاز. هيخرج هاني العجازي احد اضلاع المثلث الهجومي، ويضيف ميمي عبد الرازق ورقة جديدة وساتر جديد و قاعدة جديدة في وسط الملعب علشان يلعب بطريقة 4-4-1-1. ادي محمود فتحي تاني التبديلات، هينضم لابراهيم صلاح ومانجا واللاعب عمرو المنوفي، بينما هيتقدم شكري، وفي الامام هيبقى حسام باولو. كواكو منسوا ياخد رمي التماس، اللاعب الايفواري القادم من سيويسبور. احمد دويدار باولو على طول تمريره شكري كواكو، كلها تمريرات ولعب في مساحات ضيقة، ولكن نادي الزمالك يضغط. ادي مرة تانية محاولة بتوصل عند عمر جابر. عمر جابر محمد كوفي على طول توزيعة في الجبهة اليسرى عند معروف يوسف. محمد ابراهيم بيحاول يستغل مهاراته وقدراته، لكن في مناطق بعيدة تماما عن الخطورة. صحيح المجازفة والمهارة مطلوبة، ولكن في مناطق وأماكن معينة من الملعب. عمرو المنوفي بيتقدم من الجبهة اليسرى عن طريق أيمن أشرف اللي بيلعب عرضية، ولكن علي جبر بيعمل إبعاد. وصلنا للدقيقة 71 ولازالت سموحة الشعلة مضيئة ومتقدمة بفضل نجمها عمرو المنوفي. والدقيقة 33 لسه الفارس الأبيض رغم أسلحته المتعددة ورغم نجومه الموجودين داخل البساط أو خارج البساط، حتى الآن كل أسلحته وكل محاولاته النهاردة مفيش استغلال أمثل للفرص، وفي تألق وإجادة وإشادة بالمهدي سليمان. أدي الكرة الركنية، وأدي المحاولة
من جانب سموحة، ولكن إبعاد من كوفي. كرة مرة تانية على طول من أعلى نقطة، أحمد الشناوي، مصطفى فتحي عليه ثلاثة في كل لقطة من لقطات اللقاء. مصطفى فتحي يضغط وحوارات في مناطق ضيقة جدا جدا، تنتهي بصفارة وخطأ لعمر جابر اللي شايفه ابتدى يبقى موجود في وسط الملعب، بينما كوفي ومعروف تراجعوا الى الخلف. سلامات لعمر جابر، وادي الكابتن رضا البلتاجي بيتابع اللقاء من ملعب المباراة. احمد شكري، تمريرة يطاحها دويدار، محمد ابراهيم، عمر جابر اللي قلت لحضراتكم بدأ يلعب في وسط الملعب خلاص، بينما كوفي تراجع. ادي الكرة الامامية، وادي كهربا، ادي كهربا وسقوط، سقوط من المهدي سليمان، ولكن في اشارة على طول الصباحي بيقول له قوم يا كهربا، ولكن اكتفى فقط بالتحذير، عايز ياخد ركلة جزاء. والمهدي سليمان بخبرة لم يلتحم مع كهربا في الكرة اللي فاتت ديت. احيانا بيلجأ اللاعبين لاستخدام الذكاء والدهاء في محاولة اقتناص ركلات جزاء، ولكن قانون كرة القدم اي ادعاء سقوط بيكلف اللاعب كارت. عمر جابر عايز يغير اتجاه اللعب، ولكن مقطوع على طول. ادي تقدم من شكري يا ولد، واحد والتاني، ولكن معروف على طول بينقض وبيتدخل. لمسة يد وكارت هيبقى من نصيب عمر جابر، تعمد لمس الكرة باليد. تالت الكروت واول الكروت للاعبي نادي الزمالك. ضربة حرة على طول بتتلعب، اللمسة حلوة في اتجاه شكري. كواكو منسوا عمل مشوار، وادي العرضية على طول بالعقل المرة دي. كوفي شايف بيعمل تهيئة جيدة للشناوي. محمد كوفي لمسة للأمام حلوة، حلت المشكلة وخلقت المساحة عند مصطفى، دخل للقلب مصطفى وعايز يسقط، ولكن شريف حازم النهارده ادى صلاده قويه جدا جدا واضافه قويه لرباعي خط الظهر لسموحه في اول مشاركاته. معروف بيجري محمد ابراهيم، هيعمل ايه ابراهيم؟ بيرجع مره تانيه المعروف، ادي الكره العرضيه ولكن راسيه ابعاد من دفاع سموحة. مرة تانية عمر جابر بيطلع كوفي، تمريرة في القلب عند فتحي، توصل على طول الكرة لعمر جابر، انتشار ومحاولة لإيجاد مساحة وصغرة. ادي فتحي بيعدي الكرة ولكن بيستفيد وياخد ركنية. ضاغط ضاغط نادي الزمالك بكل خطوطه، وتراجع كبير جدا جدا من سموحة، لكن هنشوف ازاي لاعبي نادي الزمالك هيحلوا المعادلة. ادي ايمن حفني هيعمل ايه؟ المهارة الفردية الفتحي والعرضية رايحة، وادي الراسية، ادي الراسية من علي جبر، ولكن على طول على طول في المتناول عند المهدي سليمان. ابتدى يرتفع اللقاء، وابتدت الاعصاب هتلعب دور، وابتدى الكرامبات والجهد الكبير اللي بذله النهاردة ابراهيم صلاح في قيادة منطقة وسط الملعب وقراءة الهجمات مبكرا لنادي الزمالك. 29 لمسة راسية من المنوفي، فتحي علي، علي جبر من أعلى نقطة قبل باولو، كورة معدية مرة تانية وصفارة وخطأ، والتحام قوي بيستدعي بسرعة شديدة الصباحي الجهاز الطبي للفريقين. نادي الزمالك 30 نقطة في المركز الثاني قبل هذا اللقاء. الأهلي
بفوز الأمس على زعيم الساق عنده 32 نقطة. مصر المقاصة اللي بيلعب في نفس التوقيت وكنا تابعنا تقدمه على الحرس بهدف لميدو جابر عنده 27، وإذا استمر تقدم المقاصة هيرتفع ل 30. لعبة صعبة، والكراسي الموسيقية على أشدها هذا الموسم في النسخة 57. حوار مشتعل ملتهب في صدارة البطولة، والكل عايز ينهي قبل التوقف لخوض منتخبنا لقاءاته الودية. محمد حمدي زكي أول ظهور لي اللاعب المعار من النادي الأهلي إلى فريق سموحة، أول لقطة لجده الصغير، كرة للأمام، كنترول من محمد، عد حلو، وادي العرضية متحرك وقاطع مصطفى فتحي، ولكن الكرة العرضية أعلى من اللازم. أدي كهربا 6 أهداف، لكن أهدر فرصة في الشوط الأول، ولاحت لي تسديدة أيضا في الشوط الأول، ولكن المهدي سليمان النهاردة بنخلع له القبعة. شابو عمرو المنوفي بيسلم على طول أحمد شكري، لكن على طول ضغط، كل فرقة استنفذت الثلاث تبديلات. أحمد دويدار، تقدم دويدار على طول، عمر جابر، خرج إبراهيم صلاح وأضاف ورقة جديدة ميمي عبد الرازق، محمد حمدي زكي، أدي كوفي على طول بيوزع كورة، ولكن كواكو منسوا، معروف يوسف اللي بدأ يلعب كظهير أيسر، أدي محاولة مرور وسقوط من جديد لمحمد إبراهيم، ومطالبة من لاعبي نادي الزمالك بركلة الجزاء، ده كان أيمن حفني. أحمد دويدار، مصطفى فتحي على طول بيلمس لعمر، هل يلعب العرضية؟ ولكن مضغوط عليه من شريف حازم، يستفيد نادي الزمالك، حصار كبير وضغط كبير من نادي الزمالك على سموحة، وآدي محاولة المرور ومحاولة الإعاقة، والله فيها إعاقة، والله فيها إعاقة، ولكن كان قريب الصباحي وأشار باستمرار اللعب، ولكن لقطة فيها كلام. أيمن حفني بيقع على الأرض، ولكن في إشارة باستمرار اللعب. معروف يوسف بيسلم على طول حمادة طلبة، ادي الكرة الأمامية كهربا، ما فيهاش رراية ولا سفارة، اتحرك وعلى طول بيسلم لعمر جابر، مصطفى فتحي، الضغط الثنائي الثلاثي، عدى يا ولد، وادي مرة تانية، وادي الكرة، ادي الكرة، ولكن سواتر سواتر عاملها فريق سموحة علشان يقفل على أخطر أوراق نادي الزمالك في هذا اللقاء، وهو مصطفى فتحي. محمد كوفي، نسبة الاستحواذ ارتفعت بشكل كبير لنادي الزمالك، وادي محمد ابراهيم عدى واخترق ووصل لمكان خطير، ولكن رجع مرة تانية للزحمة واجل قراره بالتسديد، علشان كده بتتقطع. كرة مقطوعة من محمد حمدي زكي، وبدأنا نلعب في الدقيقة 81، والعب يا زمالك، هتاف متواصل مستمر. مصطفى فتحي هيعمل ايه؟ ضغط عليه شكري، ومن وراه ايمن اشرف، يرجع لايمن حفني، عايز يعمل الهات وخد، ولكن على طول شريف حازم يخلص ساتر، يلاقي ساتر لاعبي نادي الزمالك، امواج دفاعية من جانب فريق سموحة السكندري، محاولة مرور ولكن مقفولة، والكرة الأمامية، سبرنت كبير ما بين باولو وعلي جبر، يرجع على طول جبر للشناوي. هل يعملها سموحة ويبقى هو الفريق الوحيد اللي قدر
انه هو يفوز على قطبي الكرة المصرية في لقاءات الذهاب. هنشوف ونتابع. بدأنا نلعب في آخر 9 دقائق من عمر وزمن اللقاء، والصراع والحوار لازال مفتوح مشاهدينا في لقاء القمة والصدام القمة. معروف يوسف اللي خلاص بيلعب كظهير أيسر، حمادة طلبة اللي بدأ يلعب في وسط الملعب هو وعمر جابر، تمريرة ما فيهاش ربط بينه وبين كهربا يقطعها على طول سموحة، باولو لعمر المنوفي، الثنائي الهات وخد اللي وصلوا لمرمى الشناوي في الدقيقة 33 وأحرزوا هدف اللقاء حتى الآن. رمي التماس فيها ذكاء من حسام باولو اللي بيتنافس على صدارة الهدافين مع ستانلي صاحب الصدارة بثمان أهداف. أيمن أشرف، ضغط من مصطفى فتحي ولكن في تماس. أيمن أشرف على طول بتتنفذ رمية التماس وبتهرب الكرة من جديد المرة دي من شكري. عمادة طلبة، محمد كوفي يرجع لعلي جاب، محمد ابراهيم على طول دويدار تطول منه الكرة عملت مشكلة، معروف بيحاول يسيطر على الكرة ويردها من جديد في الملعب ولكن بتخرج. صحيح نادي الزمالك كان بيكسب في آخر 4 لقاءات ولكن كان بفضل قدراته ومهاراته الفردية وكان تملي في عتاب من جماهير نادي الزمالك على عدم الجدية وعلى عدم الإمتاع وعلى عدم الترابط الجماعي ما بين أعضاء الفريق. لكن هنشوف محاولة من أيمن بيحاول يحل لكن 1 وسط 5 مسألة صعبة جدا جدا، المهارة الفردية صعب جدا جدا تخترق لكن الأداء الجماعي هو اللي تملي بيقدم الحلول. ادي كورة مرة تانية للأمام في اتجاه مصطفى بياخدها مصطفى وفي إعاقة وفي ركل الجزاء، ركل الجزاء في الدقيقة 85 لمصلحة الفرس الشقية. قلت لحضراتكم هو اللاعب الخطير الوحيد في تشكيلة نادي الزمالك بينكشها ويخطفها مصطفى فتحي ويدي محمد الصباحي. مدي ايه؟ مدي ايه؟ هل مدي ركلة جزاء؟ حتى الآن القرار مش واضح ولكن أعتقد إن هو مدي ركلة جزاء. ركلة جزاء هي ركلة الجزاء رقم 59 في منافسات الدوري الممتاز. هنشوف اللقطة وآدي اللمسة وآدي الإعاقة والقدم المرتفعة من أيمن أشرف في وجه الفرصة الشقية المثيرة الخطيرة للفارس الأبيض. علشان كده الصباحي بيطلق فرمان في الدقيقة 85 ويحتسب ركلة جزاء لمصلحة نادي الزمالك. ركلة جزاء وشايف دويدار هو اللي بيستعد، كان سدد ركلة قبل كده ب3 نقاط في لقاء المقاولون سددها على طريقة بانيينكا، الكرة اللي تشيب باس اللي في وسط المرمى وأهدى الزمالك 3 نقاط. هنشوف حوار على بعد 11 متر ما بين المتألق المهدي سليمان وقلب الدفاع أحمد دويدار. دايما ركلات الجزاء محتاجة أعصاب، محتاجة قرار. هنشوف مين هيتفوق في اللقاء الثنائي. داخل أحمد دويدار، داخل أحمد دويدار وبيحط بره، بيحط بره وبيهدر ركلة الجزاء، بيحط فيها قوة وبيغير أسلوبه أحمد دويدار وبيهدر ركلة الجزاء رقم 59
في بطولة الدوري الممتاز وركلة الجزاء رقم 11 المهدرة خلال هذا الموسم، حط فيها قوة ولكن أعلى من البرواز بكتير جدا جدا. بقول لحضراتكم ركلة جزاء عايزة أعصاب وعايزة قرار، ولكن دويدار يابه ويكمل مسلسل الفرص الحقيقية المهدرة من جانب نادي الزمالك في هذا اللقاء اللي خلته وصلته للدقيقة 87 وهو متأخر 0-1. لكن مباراة مثيرة، مباراة فيها دراما، مباراة فيها استخدام لكل الإمكانيات وكل القدرات، ولكن لقطة الدقيقة 33 لازالت هي اللقطة الأبرز، اللقطة اللي أحدثت الفارق حتى الآن. أيمن حفني، معروف يوسف، على طول كواكو يعمل إبعاد، رمي التماس، كرة عرضية لكن ضغط من سموحة، يستفيد نادي الزمالك وياخد ركنية. بدأنا ندخل في الدقايق الأخيرة، آخر دقيقتين، وآدي العرضية مرة تانية ولكن إبعاد وتألق من حسام باولو. مباراة كبيرة جدا جدا لسموحة النهاردة، وفكر ميمي عبد الرازق في استغلال الأمثل لمجموعة النجوم الكبيرة جدا جدا اللي بيضيفها المهندس فرج عامر، وبيستضيف منها ميمي عبد الرازق في سيره وفي تطبيقه لسيناريوهات اللقاء. ركنية جديدة لمصلحة نادي الزمالك تتلعب على طول، وادي الراسية، وادي الالتحامات، وادي الفرصة، ادي الفرصة، ولكن في صفارة، في صفارة، هو فرصة جديدة كبيرة جدا جدا لنادي الزمالك، ولكن خطأ ضد محمد كوفي. هنشوف اللقطة، حاول يلعب الكرة ولكن بالفعل في لمسة يد على محمد كوفي، وادي ركلة الجزاء اللي بيهدرها دويدار في الدقيقة 87، وعلامات عدم الرضا واضحة تماما تماما على المستشار مرتضى منصور. طبعا كان بيمني النفس قبل التوقف الفارس الابيض انه هو يجلس على صدارة الترتيب، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ادي كهربا من جديد بيلعب كرة عرضية ولكن كرة بدون عنوان، على طول يطلع كواكو. خمس دقايق وقت محتسب بدل ضائع، مباراة جديدة وحوار جديد في منتهى القوة والإثارة ما بين الزمالك وسموحة. الزمالك من أجل البحث عن هدف التعادل، وسموحة من أجل إبقاء هدف الدقيقة 33. وهدي جول 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 حمادة طلبة، حمادة طلبة من المجهول، من المجهول، ومن كرة بساطة على القائم الثاني، ولمسة راسية بيفتتح بيها التسجيل الفارس الأبيض حمادة طلبة. من الظل إلى النور، بص شوف مصطفى فتحي والكرة الأسيست، وآدي حمادة طلبة في مكان ولا في الأحلام بلمسة راسية ينجح فيما فشل فيه النجوم. حمادة طلبة بالاجتهاد بيضع هدف ثمين جدا جدا للفارس الأبيض في الدقيقة 90، علشان يبقي حظوظ الفارس الأبيض ويعيد اللقاء إلى منطقة البداية وركلة البداية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. مش بقول لحضراتكم مباراة فيها دراما وفيها مفاجآت سواء سارة أو حزينة للجانبين وللجمهورين ولكل الجماهير اللي بتتابع هذا اللقاء بحماس وترقب كبير. 1-1 تعادل إيجابي، وكل الاحتمالات قائمة في الخمس دقايق الوقت المحتسب بدل ضائع. أدي أيمن حفني ولكن عزت على طول بيشتت إلى خارج الملعب، مرة تانية على طول كرة من كهربا. كوفي يا ولد، كوفي يا ولد، بيحط صاروخ، صاروخ من 35 متر
ولكن إلى خارج الملعب، ولكن حيوية وحماس في لاعبي نادي الزمالك، واللي أضاء الشعلة واللي حمل المشعل في الدقيقة 90 كان عن طريق القادم من الظل إلى النور اللي تقمص دور الهداف حمادة طلبة في الدقيقة 90 وأحرز هدف التعادل لنادي الزمالك. لمسة راسية من باولو صفارة وخطأ. خطأ ضد أحمد شكري. مصطفى فتحي ياخد رمية التماس، على طول تتلعب رمية التماس، ولكن في استعجال وفي اندفاع وفي خطأ، لكن مباراة صعبة. مباراة مهمة جدا جدا. ادي ايمن اشرف اللي ارتكب خطأ لكن لم ياخد الكارت الثاني، اكتفى باحتساب ركلة الجزاء محمد الصباحي. ومش كل الاخطاء جوه المنطقة تستلزم كروت. معروف يوسف بيلعب كرة امامية، كهربا وعزت، على طول كهربا لمحمد ابراهيم. ادي التمريرة الامامية الايمن، يعمل ترقيصة، وادي الفرصة، وادي المتابعة، وادي التسديدة، وادي مرة تانية فرصة كبيرة، فرصة كبيرة جدا جدا. مش ممكن يا محمد، مش ممكن يا محمد، فرصة بثلاث ارواح وخمس ارواح وست ارواح، وادي الركنية بتتنفذ على طول. مباراة، مباراة في قمة الإثارة وقمة الفرص وقمة المحاولات، وادي مرة تانية، مرة تانية تقدم واختراق. مش قادرين، مش قادرين نقدر نتوقف عن الكلام نظرا للمحاولات والضغط القوي من جانب نادي الزمالك والتراجع الكبير والمخيف من سموحة في اللحظات الأخيرة، لكن فرص كبيرة جدا جدا. وادي الركنية على طول إبعاد، متابعة موجودة ومرور حلو، والتسديدة المرة دي ولكن بترتد، كرة للأمام وكل لاعبي الفريقين. وادي الهجمة المرتدة الخطيرة المرة دي من نصيب لاعبي سموحة عن طريق شكري، يرجع لباولو، باولو بيسدد، ولكن على طول الشناوي بثبات يبدأ وعايز يعمل الهجمة المرتدة، خصوصا واحنا بنلعب في الدقيقة الرابعة، لكن فرصة كبيرة جدا جدا بتاعت محمد ابراهيم راحت وجت وجت وراحت. ولكن النهاردة، النهاردة تألق المهدي سليمان ومسلسل اهدار الفرص المتتالي من لاعبي نادي الزمالك أبقى الأمور وأبقى النتيجة زي ما حضراتكم شايفينها، وهي التعادل الإيجابي. كرة من جديد عند شكري، والكرة مرة تانية، وادي التسديدة، ولكن يا ولد يا ولد يا ولد يا شناوي، يا ولد يا ولد يا ولد يا شناوي. أخطبوط، أخطبوط بيحافظ على نادي الزمالك وعلى أمله الأخير في انتزاع الثلاث نقاط. مباراة رايحة جاية، يقدر يخلصها سموحة ويقدر يخلصها الزمالك، ولكن بيخلصها محمد الصباحي مشاهدينا الكرام، ويطلق صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي ما بين الزمالك وسموحة في مباراة أكثر دراما وأكثر إثارة في منافسات الجولة 16. في النهاية لا يسعني مشاهدينا إلا شكر حضراتكم على حسن المتابعة وحسن الاستماع. تحياتي أيمن الكاشف، إلى اللقاء. فاصل قصير.